السفير السوري تمنى للرئيس المكلف النجاح في مهامه وتحصين قوة لبنان، وأشار بعد لقائه رئيس الحكومة السابق سليم الحص إلى أن الاعتداءات التي تحصل على الحدود تنطلق من لبنان باتجاه سوريا وليس العكس. كل يوم المسلحون من الحدود اللبنانية يتسللون عبر الحدود ويطلقون النار على المخافر الحدودية، وهنالك مسلحون قتلوا في داخل الأراضي السورية أو على الحدود السورية اللبنانية، وما جرى من ضبط للسلاح والمسلحين في عين سحلتة هذا مؤشر على ما يستغل فيه لبنان لتمرير السلاح والمسلحين، وفي هذا أذن للبنان قد يكون أكثر خطورة على لبنان من خطورته على سوريا.